السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي؟ النهاردة يا ولاد معايا فيديو جديد خاص بيكم. فيديو النهاردة مهم أوي أوي أوي. ليه؟ لأني جمعت لكم الكلمات الفوكاب الموجودة عندنا في يونت 4. أي كلمة هتبقى صعبة عليك اللي أنت تقراها في الكلمات الموجودة عندك في كتاب المعاصر، إن شاء الله بإذن الله هتعرف نطقها من خلال الفيديو ده. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمات lessons 1 and 2، الدرس الأول والثاني يا أولاد. عندي كلمة كمبيوتر محمول معناها laptop computer، laptop computer، لابتوب كمبيوتر. ممكن نقول على كمبيوتر نقولها كمبيوتر، طبعا دي صح ودي صح. لابتوب كمبيوتر. صورة طبيعية بيكتشر، الصورة الطبيعية اللي بتبقى مرسومة يا ولاد اسمها بيكتشر، بيكتشر. التي يو ار اي انطقها تشر تشر، بيكتشر. لكن الصورة الفوتوغرافية دي اسمها فوتو، دي حاجة تانية. كمبيوتر لوحي تابلت، تابلت تابلت تابلت. تليفون محمول موبايل فون، تليفون محمول موبايل فون، تليفون محمول موبايل فون. البي والاتش في كلمة فون عملوا لي صوت الف ف فون. الصورة الفوتوغرافية اللي بتتاخد بالكاميرا الأمامية اسمها سيلفي، سيلفي سيلفي. أكيد طبعا كلكم عارفينها وجربتوها 100 مرة قبل كده. طيب الفأرة معناها ماوس، المقصود بيها الفأرة بتاعة الكمبيوتر، وبرضو الفار التاني اللي بنطلع نجري منه ده برضو اسمه ماوس. الاتنين نفس المعنى يا ولاد، ماوس ماوس. الطبعة معناها برينتر، برينتر. أكيد سمعتوا عنها قبل كده، برينتر برينتر. لو شلنا الاي ار يا ولاد انت كده حولتها لفيرب او فعل، وهناخدها كمان شويه، يبقى معناها يطبع، يبقى برنت يطبع. طب برينتر طابعه. طيب الطابعات الثلاثيه الابعاد اسمها 3D printers، 3D printers. السبوره البيضاء وايت بورد، وايت يعني ابيض وبورد يعني سبوره، يبقى وايت بورد السبوره البيضاء. الكلمه اللي بعد كده زميل الفصل معناه classmate، classmate classmate، زميل الفصل classmate. رسالة بريد إلكتروني email، email email email. بعد كده عندي كلمة تكنولوجيا، وهي أصلا موجودة في عنوان اليونت بتاعتنا، اسمها technology، technology. ال ch يا ولاد انطقوها ك ك، tick tick. no no low low g g. ال g هنا انطقوها ج ج g، technology technology technology. شاحن الهاتف معناه phone charger، phone charger charger. عايزاكم تبصوا على كلمة charger، لو كنسلنا الار يا ولاد بقت charge charge charge، هو الفعل ومعناه يشحن، ولو زودت ار charger بقى الشاحن، يبقى charge يشحن، charger شاحن. والجي عايزاكم تنطقوها ج ج، charger charger، يبقى phone charger شاحن الهاتف. مشغل الأغاني اسمه mp3 player، mp3 player. طيب بعد كده مديني فعل يطبع معناه print، وقلتها لكم من شوية، وقلنا printer الطابعة. ال ed يا ولاد معناها ان الكلمة دي لو زودت لها ed يبقى انت كده حولتها الماضي، printed طبعة. والفي دي اختصار لكلمة verb اللي هي فعل. طيب charge يشحن، ولسه قايلها لك، ولو حطينا لها r بقت charger وتحولت لي الشاحن. بعد كده عندي كلمة text message اللي هي الرسالة النصية، text message text message text message، الرسالة النصية. لحظة moment moment moment. ورق paper paper. نموذج بلاستيكي plastic model، plastic model plastic model. يصمم او يرسم تصميم design design. الاس تنطقوها ز ز، والجي silent، design design. رائع او عظيم great great، دي تعتبر adjective يا ولاد، صفه great. مكالمه مرئيه بالفيديو video call، video call video call. ايقونه يعني icon icon، ممكن نقولها icon. ينقر أو يضغط click أو tap، تمشي كده وتمشي كده، click tap. لكن click بستخدمها مع الكمبيوتر، والtap بستخدمها مع التليفون المحمول أو الموبايل يعني، click tap click tap. طيب تصريفات الأفعال يا ولاد، عندي know اللي هو فعل معناه يعرف، know الpast منه knew، والpast participle known. طيب مديني مجموعة من الكلمات وعكسها،
جديد new عكسها old قديم، متصل بالإنترنت online وعكسها offline، ضروري يعني necessary وغير ضروري unnecessary. طيب مديني هنا important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. أصنع قطع الشطرنج معناها make chess pieces. كلمة chess يا أولاد معناها شطرنج، وكلمة piece معناها قطعة، ودي الجمع منها pieces قطع، يبقى make chess pieces يصنع قطع الشطرنج. يشحن استخدام charge with. متصلا بالإنترنت play online. في هذه اللحظة at the moment، كلمة مهمة يا أولاد، إن هي من الكلمات الدالة على present continuous. At the moment. سهل الاستخدام easy to use. يلتقط صورة بالكاميرا الأمامية take a selfie. يبقى selfie بيجي معها فعل take a selfie. طب يرسل رسالة نصية send a text message. يؤدي واجب الحاسب الآلي do computer studies homework. مهمة يا ولاد، do computer studies homework. يصمم أيقونة لي design an icon for. بعد كده عندي كلمات lessons 3 and 4، كلمات الدرس الثالث والرابع. كلمة حشرات يعني insects. يرفع يعني put up. ويعتبر phrasal verb يا ولاد، put up يعتبر phrasal verb. ال PHRV دي اختصار ل phrasal verb، يعني فعل مركب. فعل مركب يا ولاد يعني تلاقي فعل مثلا زي put، وانتوا عارفين ان put معناه يضع، تزود له حرف جر يبقى انت كده حولته حاجة اسمها فعل مركب، معناه تغير تماما من يضع ليرفع. put up يرفع. action حدث. مايم معناها يقلد، مايم. يلوح بيده wave. يلوح wave. الطبيعة يعني nature. النسر eagle. رسالة بريد إلكتروني email، لسه قايلينها من شوية email. برنامج program. مشمس sunny، ودي تعتبر يا ولاد adjective او صفة، وطبعا انتوا عارفين ان sun معناها شمس، يبقى sun شمس و sunny مشمس. الهجاء spelling. وقت الغداء lunch time. حول around. نصيحة advice. نوع kind. أخطاء القواعد اللغوية grammar mistakes. مديني مجموعة من تصريفات الأفعال، فعل spend past منها spent والpast participle spent. فعل bring معناها يحضر، الماضي منها brought والpast participle برضو brought. Bring, brought. بعد كده عندي كلمات وعكسها. كلمة similar معناها مشابه لي. Similar to مشابه لي. طب عكس similar ايه؟ Different. Different from مختلف عن. يرسل يعني send، عكسها ايه؟ receive يستقبل. send receive. مجموعة من تعبيرات وحروف الجر الهامة important expressions and prepositions. write with يكتب باستخدام. يكون أسئلة make questions. أرفع يدي put my hand up. طبعا احنا قلنا من شوية ان put up معناها يرفع، فلو قلت put my hand up يبقى معناها ارفع يدي، تعبير مهم جدا يا ولاد. put my hand up. يضطر الى have to plus infinitive. ايه يا تيتشر، هي مش have معناها يملك او حتى يتناول؟ اقولك اه، لكن طالما حطت لها to فهي معناها تغير. have to معناها يضطر
مضطر أن أو يجب أن. أقول لك مثلا I have to do my homework، يعني أنا يجب أن أفعل واجبي أو أعمل واجبي. و have to يا أولاد بيجي وراها infinitive مصدر، زي ما قلت لك في الجملة I have to do my homework. do استخدمت الفعل فين؟ في المصدر. طيب يلتقط صور ليه معناها take photos of. take photos of، take photos of. يطير طائرة ورقية fly a kite. fly a kite. fly a kite. يرتدي حذاء أسود wear black shoes. wear black shoes. wear black shoes. wear يا ولاد معناها يرتدي، وblack shoes حذاء أسود، يبقى wear black shoes يرتدي حذاء أسود. عمره 13 عام aged 13. aged 13. aged 13. يمارس هواية do a hobby، كنا واخدينها قبل كده يا ولاد. do a hobby. do a hobby. بالقرب من منزلي near my house. near my house. near my house. take notes. يدون ملاحظات take notes. take notes. take notes. على الكمبيوتر او على الهاتف بستخدم حرف الجر on، يعني اقول مثلا on my laptop او on my mobile phone، سواء كده أو سواء كده. يجلس تحت الشجرة sit under the tree. sit under the tree. يبتسم لي smile at. smile at. يبتسم لي smile at. كان حاجة عندي كلمات lessons 5 and 6، كلمات الدرس الخامس والسادس. كلمة مشروب أو يشرب معناها drink. طبعا أنتوا عارفين أن drink معناها يشرب، لكن ممكن تمشي كاسم بمعنى مشروب. drink مشروب. العالم world. 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 خط font. 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 ملون colorful. colorful تعتبر صفة يا ولاد. colorful. colorful. شائع أو مشهور popular. 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 مشهور أو شائع popular. تعليمات instructions. 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 التين عاملين لي صوت الشن. instructions. عنوان فرعي subheading. 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 الملصق يعني poster. 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 يغلي ده فعل يا ولاد معناه boil. 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 يغلي boil. يسقط drop. 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 يسقط drop. 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 الغلاية نركز في نطقها يا ولاد معناها kettle. 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 أيقونة الإرسال send icon أو send icon. كلمة السر معناها password. 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 السكر يعني sugar. 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 صيغة الأمر imperative. 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 أيقونة الرسائل message icon أو icon. بدون without. 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 سري أو سر secret. 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 يبقى كلمة سر يا ولاد تمشي كصفة بمعنى سري وتمشي كاسم بمعنى سر. secret. secret. شخصي personal. personal. طبعا انتوا عارفين ان person معناها شخص، وده يعتبر ناون أو اسم شخص person. لو زودت لها al انت كده حولتها لصفة. personal شخصي. personal. personal شخصي. كيس شاي تي باج. تي باج. تي باج. قلق worried. 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 لو عايز اقول قلق على اقول worried about. worried about. طيب مدي مجموعة من تصرفات الافعال. يرسل send الماضي send الباست participle send. 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 keep kept kept. keep يا ولاد معناها يحافظ. keep kept kept. وأخيرا عندي مجموعة من تعبيرات وحروف الجر الهامة. put in the correct order معناها ضع في الترتيب الصحيح. put in the correct order. يعد كوب من الشاي make a cup of tea. make a cup of tea. make a cup of tea. يفكر في think about. think about. think about. think about. الباقي من the rest of. the rest of. the rest of. يبقى آمنا stay safe. stay safe. stay safe. يحافظ على سرية كلمة السر keep password secret. keep password secret. keep password secret. يبدو رائع look interesting. look interesting. look interesting. يطلب مساعدة ask for help. ask for help.
ask for help يرد على مكالمة تليفونية من answer a phone call from answer a phone call from answer معناها يرد أو يجيب a phone call مكالمة هاتفية from من يبقى على بعضها answer a phone call from يرد على مكالمة هاتفية من يعطي تعليمات give instructions give instructions انقر على أيقونة الإرسال tap the send icon قل مرحبا say hello say hello يتفق مع agree with agree with يكون صداقات مع make friends with make friends with يدخل على موقع إلكتروني go onto a website go onto a website go onto a website يتصل بالإنترنت go online go online go online قلق بشأن worried about لسه إليها لكم worried about worried about سهل القراءة easy to read easy to read easy to read يخرج take out take out take out يصمم ملصقا make a poster make a poster make a poster بس كده ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هجمع لكم برضو الجرامر اللي موجود عندنا في اليونت وان شاء الله باذن الله هتلاقوا حل كتاب المعاصر بالتحديد يونت 4 نازل عندي على البيج وهسيب لكم اللينك بتاع البيج بتاعتي في اول كومنت اشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم.